من تقريبا 6 سنين. جميل فؤاد جوز. هيز ا سيريال انتربرينور، انسبيريشن لإلي على طول على طول، بحب اعرف شو عم يعمل وخبره شو عم بعمل. منه بحاجه للفريدم وركشوب، بس هو رح يخبرنا شو استفاد منه. فؤاد للي ما بيعرفك، كيف تعرف عن حالك؟ أو معروف عن البزنس تبعك؟ هاي أندري، أول شي كيفك؟ تمام، بوم بوم. أنا لك بدومين الفود أند بيفريدج، يعني مشكل بين كوفي شوبس، بابز، ريستورانتس، كيترينج، كيدز أنيميشن وهالقصص. بس طبعا ليتلي خففنا شوي ورجعنا نظمنا، سو ذس إز وات أي دو مينلي. وبشارك شوي بمانجينج الفاميلي بزنس اللي هو بالميديا، شيء مخصص بالموضوع. سو a little bit of everything. دعاية بلاش، خبرنا شو عندك. اوكي. هلا الافيلبل هلا هن 27 كافي بوب، هن ايدن بار هو اللي بداره، بارتنرشيب مع كافي يونس، وهي دعايه كمان ليونس. والفاميلي بزنس شركه اسمها ستارز انوفيشن. وات وي دو از سيلينج كل شيء اوت دور ميديا، برينتينج، فليكس، فاينل، ماشينز، انكس بلبنان وبرات لبنان كمان. وهلا يو ار سكيلينج، صح؟ انت مش بلبنان. Yes, we are scaling. أنا بإيجيبت هلا، جود. بكايرو. هلا بخبرك التفاصيل بس تسألني الأسئلة. يلا جود لك فؤاد. فؤاد، بالنسبة لك فريدم، حرية كبزنس اونر، شو بتعني؟ بتعني قبل الفريدم وركشوب اللي عملناه ولا بعده؟ قل لي الاثنين. اوكي. ليك هلا انا قبل mainly كنت افكر انه how to get my own time، يعني بس اقدر اطلع شوي من البزنس. وثابت انه تراجع الوضع الاقتصادي بلبنان فخفت الحركه anyway، و all what we were thinking about how to keep the business alive. So اذا بدك بعد الوركشوب صرت افكر كيف to make use of all aspects of the business، من هني الامبلويز، برودكتس، الفاينانشال اسبكت، كل شيء طلع منه البيست يعني. while having my own time طبعا، بدون ما اكون انا عم بتدخل بكل شيء. جريت. وقت نحكي فؤاد عن الفريدم، وقت نحكي عن وركينج اون ذا بزنس، بنحكي انه بدنا نبيع البزنس، بدنا نكبر البزنس، بدنا تو باس ات داون، او نحن يمكن نصير تشير بيرسون للبزنس. انت اي وحده هي الهدف لك كوركينج اون ذا بزنس، وشو عم تعمل تتوصل له؟ اوكي. شوف طبعا كل الاجوبه هلا حتكون بيست على الوضع الاقتصادي المستجد. يعني انا قبل 2019 كنت فكر جو اوبن مور برانشز، اتوسع بلبنان وبرات لبنان، فرانشايزنج حتى ضمن لبنان يعني. وكان في كتير اوبورتونيتيز اندر ديسكشن، ولحتى نغطي اكثر بالتريتوار. بعد الازمه صرنا لا مور انتو سكيلينج، اكيد نحافظ على الوجود يعني، نجرب ما نسكر، just scale. وإذا صار opportunity to sell كمان ممكن، لا نوصل للي أنا هلأ فيه إنه نتوسع برات لبنان. بترجع لنقطة قالها روجيه من شوي، إنه to get fresh money على لبنان and keep it alive. It's like الأكسجين يعني للمحلات اللي بلبنان. و this is what I'm trying to do now. So إذا بدك to tell you what I did briefly، فوت بارتنرز بكذا محل، وناو ماي يعني صار عندي بس 27 كافي باب هو جاست ماين، الباقيين صار فيهم بارتنرز. سو ان ايتش بليس صرنا تو بزنسز رانينج ان وان لوكيشن، وقسمنا الكوستات على اثنين بزنس، واتس دوينج يعني ماتش بيتر، لانه ما كنت بقدر ضاين بهالوضع الاقتصادي باكثر من 5 محلات، خصوصي كمان بعد الانفجار اللي هو ضرب لنا اكثر من لوكيشن. So mainly scale it، وأكيد part freedom لأنه لا أقدر أنا أتحرك بأكثر من بلد. طيب فؤاد، شو الأشياء اللي عملتها أو شو الأشياء اللي بعدك تتذكرها من الفريدم وركشوب، هيك ضوت لإلك بالوركشوب وعملت action steps من بعده؟ اوكي. نحن mainly بتذكر عملناه بأفريل أو ماي الوركشوب، وكان بعده الوضع مقبول أكثر. What I did, the main thing I did, إنه I got rid of a lot of products. شلتهم كليا يعني، اللي أنا كنت مسك فيهم كأسامي، إنه هذا الشيء البرودكت لازم يكون موجود، ما حسمي هلا طبعا. شلتهم، وكتير فرق علي إذا بدك profit margins أو الستوك إلى آخره.
on another scale وهذا شيء كتير حلو عملته إنه I passed a lot of what I do to other employees. First هن كتير motivated صاروا, وsecond they did the job much better than I do لأنه صاروا مركزين على more tasks وأنا كنت إنه ماسك أكثر من شغلي at the same time. وهلا the business is totally running كما بقولوا فيه وبلاي, يعني أنا I just do the strategical stuff. وإذا في major problem كمان بتدخل فيه, بس mainly I just read reports, follow up on numbers, وماشيين كتير منيح, و they're doing things أنا ما توقعت إنه يقدروا يعملوها, مثل علاقات مع أشياء بالدولة, رخص, PR, لا they're doing it in an excellent way, أحسن مني, و I'm happy about this. أكيد, و I'm happy for you كمان, لأنه بهذه الطريقة عم بتعلي قيمة البزنس تبعولك, طبعاً خاصة أنه it's running بليك, يعني أنت هلأ موجود بقاهرة والبزنس ببداره ماشي, صح؟ وفي opportunity أنه أنا أقدر يعني وسع الفيجن تبعولي, أنه إذا فتحت شيء هون ممكن أعطي فرصة لحدا من لبنان يجي لهون مثلا يشتغل يطلع مصاري فريش ماني يبعت على لبنان, لأنه لو سافرنا بالنهاية بضل الباص تبعنا حيضل لبنان, كيف ما برمناه حيضل لبنان. أكيد 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 طبعاً. فؤاد قبل شوي قلت أنه كمان وارد بالنسبة لك أنك تبيع البزنس, كيف برأيك بيزد على الأشياء اللي حكينا فيها كمان, كيف برأيك أنت عليت قيمة البزنس تبعولك قبل ما تجي تقول أنا جاهز أن نبيعه؟ أوكي, فرست طبعاً أنا مش عم بعرضه لبيعه, يعني هو الأوبورتونيتي بتجي لحاله. أوبورتونيتي أكيد. سكند اللي عملناه نحن, هركز على بداره هلا اكثر لانه هو هلا اللي ستيل الايف, يعني اللي عملناه انه برغم الازمه حافظنا على الكور فاليوز تبع 27 اللي هن ان افوردبل برايس, ان اكسلنت برودكت, والتعامل مع الكاستمر سيرفيس, يعني هول كثير حافظنا عليهم مع انه كثير محلات نزلت هالقصص, يعني غلوا اسعارهم, لعبوا بالبرودكت للاسف, يعني عم بيتراجع هذا الدومين لأنه صار عم بفوت ماركت أو الكوهول أو برودكتس مش معروف شو مصادرهم لأنهم أرخص. وطبعا حافظنا على الموظف تبعنا لو البيرول تبعه أعلى حافظنا عليه, وبهالطريقة to be honest يعني الشغل دوبل. weird enough شغل دوبل. هلا أنا I think إنه المين إيشو إنه ما غلينا الأسعار مثل ما السوق غلى, سو ضحينا كتير بالبروفيت مقابل نحافظ على الكاستمر, واسم المحل صار أكبر بظرف 6 أشهر which was not on the plan. يعني إن شاء الله عطول بتقدم بنجاح فؤاد, وأنا بدي أقول شغلة so. بالوركشوب تبعولنا للأنتربرنورز عطول إذا في حدا بالهوسبيتاليتي سيكتور أول شخص بقول له روح أقعد مع فؤاد لأنه رح يضوي لك على كتير. منك شيء, ففؤاد عطول بيستقبل بصدر رحب بنقول بالعربي. والفاليو كتير عالية لأنه كل مرة بيرجعوا بيجوا الانتربرنورز بيقولوا لي عن جد لو ما قعدت مع فؤاد ما كنت فكرت هيك وما كنت فكرت هيك وما كنت عرفت هيك. فأنا بدي أشكرك كمان فؤاد على كل السبورت اللي عم تعمله للانتربرنورز كمان, غير أنك أنت لحالك عم تكون عن جد إنسبيريشن لكتير أشخاص بالنجاحات اللي عندك هنا. لك انا دائما بحب ضوي على النيجاتيف سايد قبل البوزيتيف سايد, يعني بيجي الانتربرينور بذكرني بحالي لما كنت كتير محمس واي وانت تو ثرو ايفريثينج واكيد رح ينجح البزنس وما في شك وكل شيء تمام, بيطلع عامل نص الاشياء غلط. سو لما اتلاقى مون يعني الجايز او الصبايا اللي بتبعت لي هون بيكونوا عم يعملوا شيء صح, بس دائما افرجيهم نيجاتيف سايد مشان ما يغلطوا مثل ما انا غلطت لانه بس تعلمت فيهم طبعا. So, إذا حدا صح له فرصة ياخذ more advice why not يعني. أكيد أكيد. فؤاد آخر نصيحة لكل business owner شو بتقول لهم؟ بقول لهم بالوضع الحالي keep a base in Lebanon, try to see what's happening outside Lebanon. أنا حأحكي على السريع عن تجربتي إنه أنا كنت حاطط كل شيء بلبنان, لبنان بجنن وكلنا بنحبه, بس you have to see what's happening abroad. سافر شوف جرب, ما ضروري تفتح بزنس بس check how it's going in different culture in different economies and do not leave Lebanon for good, يعني دائما خلي شيء بلبنان. يعني هيدا هي mainly لأنه السيربريز اللي اجتنا ب 2019 يعني توقعنا تجي عمهل مش بهالسرعة. So دائما لازم الواحد يخلي plan B.
فؤاد أنا بتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى لك كمان ثانك يو كل اندري. الطاقة، وتضلك بتضلك تتوسع وتخبرنا عن نجاحاتك بالبزنس، وتضلك ان شاء كمان الله. عم بتساعد غيرك ينطلقوا بمشاريعهم. خلي الطاقة عالية. Have a great weekend. ثانك يو حبيبي، جود لك.